اول حاجة هبدأ بيها هو عسل القطايف، لاني عايزاه بارد، فهبدأ ان انا احط كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية بنفس مقدار الكوباية، لازم اعاير بيها السكر والمية. حطيت شريحة من الليمون، وبعد كده هحطها بقى على النار حوالي 10 دقايق على ما اعمل العجينة بتاعت القطايف. بالنسبة بقى لعجينة القطايف، 1/2 كيلو من الدقيق عليه 2 معلقة كبار من اللبن البودر، وكمان هحط 2 معلقة من السكر. طبعا السكر بيساعد جدا العجين ان هو يختمر. حط كمان 2 معلقة من الخميرة الفورية، حط كمان ذرة ملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، يعني بمقدار 1/2 كيس بتاع البيكنج باودر ده. وكمان ما ننساش نحط رشة فانيليا علشان القطايف بتاعتنا يبقى ريحتها حلو كده وطعمها مميز. هبدأ بقى ان انا اجيب كوباية كده فيها مية والمضرب اليدوي. طبعا في الوقت ده ينفع جدا ان انت تشغلي الخلاط، يعني ممكن تحطي المكونات دي كلها جوه الخلاط وتبدأي تضربي في الخلاط، او ممكن هاند بلندر، بس انا صراحة حسيتها مش مستاهلة، يعني عادي بالمضرب اليدوي مبتاخدش وقت. بصوا يا بنات، ده سمك العجين بتاعنا بيكون خفيف كده، بيكون اخف حاجة بسيطة من عجينة البانكيك. بعد كده هجيب استريتش رول واغطيها علشان تختمر، واسيبها بقى حوالي 1/2 ساعة على ما تختمر او حسب الجو عندك. بعد كده هروح اشوف العسل بتاعي. بصوا يا بنات قد ايه تقل، خلاص هو بالظبط انا بسيبه 10 دقايق مش اكتر من كده. ببدا اجيب بوله وابدا ان انا اصب العسل بتاعي فيه بالشكل ده، هسيبه بقى يبرد خالص علشان انا محتاجه ان العسل بتاعي يكون بارد. بص انا بوريكم ان السمك بتاعه تقل، ولسه كمان لما يبرد خالص هيتقل اكتر. هسيب بقى العسل يبرد خالص، ولسه لما كمان يبرد هتلاقوا سمكه تقل كمان. هنا بقى معايا العجين بتاعي بعد 1/2 ساعة لقيته اختمر بالشكل ده. طبعا هطلع منه كل الهواء كده بمغرفة، وبعد كده هجيب اي حاجة بقى وابدأ ان انا هشكل بيها. الازازة دي بتاعت المستردة والكاتشب والكلام ده، طبعا لو مش موجودة عندك مش مشكلة، هتجيبي ازازة وتخرميها كده الغطا بتاعها وتبدأي تشكلي بيها. لو ما عندكيش ممكن تشكلي بمعلقة عادي، مفيش اي مشكلة، لكن الازازة دي بتوفر عليا جامد، او اي ازازة يعني ليها كده تخرمي الغطا بتاعها، علشان بتنجز معاكي وقت جامد وما بتبهدلش الدنيا. هبدأ بقى ان انا اجيب دي طاسة عادية خالص وحطيتها على النار، يا دوبك سخنت وبدأت انزل بالقطايف بتاعتي. اول ما تبدأ العجينة تخرم من فوق كده، ببدأ على طول ان انا اشيلها علشان ده كده بتبقى استوت. هنا بقى هحضر معاكم القشطة الكدابة اللي هي بتاعت الكنافة. هبدأ اجيب معايا 1/2 كيلو من الحليب ده، بحليب بخير وممكن اي نوع حليب، وبعد كده هنزل بمعلقة ونص من النشا ومعلقة ونص من الدقيق، وهبدأ ادوبهم كويس جدا جدا. وملحوظة يا بنات، احنا هنا مش بنحط سكر خالص، لان طبعا دي قشطة هنعملها حشو للكنافة. جبت بقى هنا معايا حوالي 1/2 كيلو من الكنافة، كنت حطاها في الفريزر عشان تتفرز معايا وتتقطع بسهولة. بدأت بقى ان انا اقطعها صغير كده بالشكل ده، طبعا لو عندك كبة هتوفر عليكي جدا. هنا حطيت بقى حوالي 3 معالق من السكر البودر، السكر البودر بيبقى حلو جدا. هبدا ان انا اقلب بقى الكنافه بتاعتي بالشكل ده، وهبدا بقى اجيب صينيه احط فيها 1 معلقة من الزبده. طبعا ممكن تستخدمي اي نوع سمنه، بس الزبده الصفراء اللي هي الكريستال او كريستال او هنزل بقى بكميه الكنافه اللي معايا بالشكل ده، واحاول اساوي الكنافه واضغط عليها، يعني كل ما انزل بقى حبه من الكنافه اضغط عليها، علشان اهم حاجه القرص اللي تحت ده يكون ماسك جدا علشان لما اجي اقلبها. بعد كده القشطه معانا اهي، بصوا يا بنات قعدت اقلبها لغايه ما تقلت، وطبعا انا مستمريه في التقليب. هجيب علبه من القشطه او كريمه الحلويات، بتدي طعم ونكهه حلوه جدا. لو مش متواجد عندك مش مشكله، بس دي بتعزز النكهه جدا جدا جدا.
تمام جدا. هبدأ بقى انزل بعلبة القشطة بالشكل ده. وبالمناسبة يا بنات العلبة دي بتهيألي بخمسة جنيه او ستة، يعني مش عارفة بالظبط لان جوزي هو اللي بيجيبها، يعني مش غالية يعني معنى اصح. هبدأ بقى ان انا اقلب كويس جدا القشطة بقى مع القشطة الكدابة بالشكل ده عشان تاخد من الطعم بتاعها، ولو عندك قشطة اللبن بتبقى حلوة جدا برضو. هبدأ اقلب كويس جدا بالشكل ده، وبعد كده هبدأ انزل بالقشطة بتاعتي. بصوا قد ايه يا بنات، يعني عايزة اقول لكم ان طعمها تحفة جدا جدا جدا. طبعا القشطة الكدابة دي بتحشي بيها بقى اي نوع من الحلويات، ممكن تحشي بيها الجلاش، ممكن تحشي بيها القطايف. طبعا انا بحب احشي بيها جدا الكنافة زي ما انتم شايفين. انا هبدأ اساوي بقى القشطة بالشكل ده، اهم حاجة ما اجيبهاش عند اطراف الكنافة زي ما انتم شايفين علشان ما تتلسعش مني ولا تتحرق، وعلشان لما اجي اقلب الكنافة بتاعتي تتقلب بكل سهولة. هبدأ بقى ان انا اوزع الكنافة كده من على الوش ده الرق الاخير، وخلي بالي وانا بحط اضغط بس ما اضغطش قوي علشان القشطة ما تطلعش بره الكنافة. بعد ما خلصت بالشكل ده انا بضغط بايدي، خلي بالكم والله انا بضغط بالراحة خالص علشان القشطة بتاعتي ما تطلعش من الكنافة، انا بأكد في الموضوع ده اهو بالشكل ده. وهبدأ ان انا اجيب بقى معايا الزبدة بتاعتي، طبعا انا مسيحاها في الميكرويف، واجيب كده المغرفة وابدأ بقى اسقي الكنافة بتاعتي اشربها كلها بالزبدة. طبعا يا بنات الكنافة عشان تطلع معاكي كويسة لازم تخدميها كويس، معنى ايه ان انت تخدميها؟ ان انت تديها حقها في الزبدة وفي كل حاجة. دي هرسة البطاطس، بصوا يا بنات انا بضغط عليها بس بضغط ضغطة بسيطة جدا علشان عايزة برضو الوش يكون متساوي علشان لما اجي اقلبها تبقى من فوق وتحت زي بعض. بجد احلى كنافة هتدوقوها في رمضان. ما تنسوش بالله عليكم تعملولي لايك وتعملولي مشاركة للفيديو عشان كل اصحابكم يشوفوا الروتين ده ويشتركوا عندي في القناة. هبدأ بقى ادخلها الفرن بتاعي فرن ساخن، وهسيبها في الفرن حوالي ربع ساعة على ما احشي بقى القطايف. بصوا القطايف عاملة ازاي وريحتها تحفة جدا وخطيرة خطيرة بجد، يعني الحاجة اللي بتتعمل في البيت بجد بتبقى تحفة جدا. انتوا عارفين انا كمان بعرف اعمل الكنافة في البيت، بس المشكلة ان هي بتاخد وقت وبتاخد مجهود، وبقول لا يعني اشتريها من بره جاهزة احسن. هنا بقى القطايف اهي، هنا بقى معايا الحشو، وهو بيبقى عبارة عن ايه؟ زبيب وجوز الهند، عين جمل وبندق ولوز، او اي مكسرات عندك، يعني ممكن تحطي سوداني وزبيب وجوز الهند، ممكن تحطي زبيب وجوز الهند، بس يعني ما توقفيش نفسك على حاجة. انا هنا بقى بحشي معاكم القطايف عشان اوريكم قد ايه هي متماسكه وقد ايه مش مشققه وقد ايه خطيره جدا. خلصت الكميه كلها بتاعتي كده تمام جدا. طلعت بقى الكنافه من الفرن بعد ما عدى عليها حوالي بالظبط 15 دقيقه، وكنت متابعاها وحسب الفرن بتاعك. هبدا بقى اجيب صينيه اكبر منها علشان اقلبها عليها. قلبتها كده بالشكل ده، ويلا نشوف بقى قد ايه هي حلوه وقد ايه هي جميله. يلا بقى نفتح مع بعض. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. وريحتها بقى يا بنات خطيرة خطيرة، بتاخد القلب كده. هنا بقت تحفة اهي. هبدأ اقلبها كمان في الصينية، هرجعها تاني الصينية علشان الوش التاني ياخد نفس اللون الذهبي الخطير ده. بصوا يا بنات ولا لزقة ولا اي حاجة علشان احنا وزعنا القشطة بتاعتنا صح الصح. هدخلها بقى الفرن بالظبط 5 دقايق على الساعة 5 دقايق يا بنات. بعد كده هتطلع من الفرن، العسل بتاعي تقيل اهو زي ما انتوا شايفين، والكنافة سخنة اما الشربات بارد. سقيت الكنافة هبدأ اغطيها حوالي برضو 5 دقايق. بعد كده هقلي القطايف بتاعتي بالشكل ده في زيت غزير، ما يكونش طبعا استخدمناه في اي حاجة قبل كده. وهبدأ اطلع القطايف بتاعتي بعد ما تتحمر في مصفى زي كده، وهبدأ اجيب العسل بتاعي وحط طبق من تحت، وده طبعا العسل تقيل زي ما انتوا شايفين، برضو بيبقى برضو العسل بارد والقطايف سخنة. بعد ما هسقي القطايف بالشكل ده نبدأ نحطها في طبق التقديم. والف هنا وشفا عليكم، يا رب تكون الوصفات عجبتكم ونالت رضاكم. لازم طبعا نشوف الكنافة بعد ما بردت شوية، انا ما استنتهاش تبرد قوي يا بنات بالامانة، علشان انا مشتاقة جدا ان انا اوريها لكم وعلشان انهي الفيديو معاكم. طبعا بصوا يا بنات الجمال بجد بجد، دي الكنافة بقى اللي بتنزل على القلب هوبا كده على طول.